بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحاول رجال فرعون أن يسدوا ماء الفيضان، ولكنهم لم يفلحوا. وعلم موسى أن الفيضان هو غضب من الله على فرعون وقومه، وقرر أن يذهب لهم ويخبرهم بالأمر. أهلا بأنبياء الله، بماذا جئتموني هذه المرة؟ وطلب موسى من فرعون أن يترك العبيد كي يخرجهم موسى من مصر حتى ينتهي الفيضان، وأن هذا غضب من الله عليه. غضب من الله؟ أم فعل سحر من أفعالك؟ كنت أحسب أن الآلهة قد غضبت مني، ولكن بعدما قلته الآن علمت أنه عمل سحر صادر منك. مهما تأتنا به من آية يا موسى فلن نؤمن لك. أتريد أن تقول إن إلهك فعل هذا من أجل مجموعة من العبيد الذين لا ثمن لهم؟ إن حججك أيها الساحر واهية وتفتقد إلى المنطق. وإذا خرجت أنت من مصر سيعود الرخاء لنا جميعا. إنك شؤم علينا، هيا اغربها عن وجوهنا، هيا.